السلام عليكم، معكم سلمي جمال. واحد الفيديو حبينا نديروها باش نفيدو خوتنا فيما يخص مرضي تاع تريكومونوس. هذا مثلا فرخ، هذا فرخ ساطيني جاتو هاد المرضي، سما غير شتوني عزلتو على خوتو وراح نبدالو اليوم ان شاء الله تريتمون تاع الدواء. بون هاد المرضي نعرفوها برك باش يعرفوها خوتنا. هادي ان مرضي تجي بزاف تقريبا، بون فروخ هكذا لادولت زوج ادولت ما تجيه بصح ما تجيش بزاف، اغلبيه تجي للفروخ هكذا. هذه العبارة عن طفيليه تجي في الجهاز الهضمي والامعاء، وتجي حتى في الجهاز التنفسي تاع الطائر، حتى تجي في لسانه ولا في البلعوم نتاعو هكذا. طفيليات هذه وسبب تجي لي بيفات على فروخه، يوسخوا لي بيفات، ياكلوا حاجه مسخه من الماء المسخ هكذا، والعدوى تاعها بزاف خفيفه هكذا. دوك نجيب الطائر باش نوريكم برك، تشوفوا المرض قدامكم. هكذا دوك نجيب الطائر ان شاء الله. هكذا باش نقرب نوريكم هذيك تصيبو عينو هكذا، نسيبو كي شغل هكذا انكيس تخفيف يجي هكذا في خدو ولا عندي عينو ولا صديبو وين يجي. على كل حال هكذا يقدر يجي جهة فوقانية تحتانية عند العين، كاين وين يجيو دي كيس داخل فمو هكذا. وندخلو مباشرة في العلاج، انا عرفنا المرض هذا وشنو راه معدي بزاف خوتي، تسمى غير تشوفو اون ايرجونس خرج عليكم فيها الزوج تجبدوه منها، ولا كان ما فيه واحد اخرين كان ما فيه عفوا، وتعزلوه وتمدوا لهم هما ثاني تريتمون تاع كما نقولوا باش تبروتيجيهم اون كاو باش ما تنقش العدوى هكذا. هاي ديجا فبدات عينو، والاحسن كما نقولوا انسان يداويها على بكري هكذا. بون كاين هذا تريكو بلس هكذا، هذا تريكو بلس هذا نمدو مده 7 ايام في لابيفات هكذا في البراس الموس، هذا كما نقولوا حنا براس الموس كون زوج وحده. وكاين ثاني فلاجيل، هذا عباره كما نقولوا دواء تاع بشري هكذا تاع عباد، فلاجيل ولا فلازول ولا كنت تروحوا لا فارماسي ما تصيبوش. بصح هذا الطريقه تاعو كيفاش انا ما نديروش ما هاي لا سيرانك بلي بيكرانيا اللي نوكل بها. هادي كيما نقولوا كتبوني دايره قيس قطره هكذا. دوك انا هادي ندير نحكم الطائر، ندير له في فمو، ندير له في فمو لداخل كاع خاطر يتلاصق هي وكذا، ندير له في فمو مليح، ندير له قطره صباح قطره عشيه زوج قطرات في النهار هكذا، وندلو التريكو بليس في الماء تاعو. وفي بعض الحالات تريكو بليس وحده ما يكفيش هكذا خاوتي، لازم نزيدو له دوكسيسيلينا، هادي بالتجربه دوكسيسيلينا اونتيبيوتيك هكذا تاع طابرنيل هكذا كيشغل يبرا. والمده العلاج راح تكون من 5 ايام ل 7 ايام، من بعد نعطو للزوج راحه ونشوفو النتيجه هكذا. موراها نمدو مطهر كبد وكذا مور اونتيبيوتيك هكذا، مفيد زوج قطرات هكذا وتشربو طائر. برك يتشربوه كيما نقولوا لازم تطبعوا الدواء الداخل، خاطرش علاش هذا البرودوي تاع الفلاجيل او جيت لاسا هاكو ديرو طيروا له الريش لو كان تشمخوا له فمو الريش تاعو. ماذا بكم وكي تحكموا الطائر غسلوا يديكم خاطر العدوى حتكون كيما نقولوا سريعه هاد المرضي هكذا. ميم هادي الاخرى تغسلوها بجافيل ولا تلوحوها ولا تبدلوا هكذا خوتي. والفلاجيل كاين كيما نقولوا فلازو العائله تاعو، لا فارماسي كي تروحوا ما تصيبوش فلاجيل، وسيرو عباره تاع سيرو ما تشروش الاخر هكذا، شروه سيرو هكذا. وكاين لا ميم فامي تاعو فلازول ولا هكذا ولا الازول ولا فلازول هاكو تصيبو لا ميم فامي فارماسي هو اللي فاهمكم هكذا. وربي يوفقكم وعاونونا بالدعاء برك، والسلام عليكم.